ديالي يا من حب ضلني فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي. من جاء جديد للقناة معلك إلى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلك جديد القناة اليومي. نعم كل يوم تنزيل. أنا أعرف أنه نادرا ما تجد يوتيوبر ينزل يوميا، لذلك أنا واحد من هذا اليوتيوبر. مهم موضوع اليوم وموضوع مقترح من طرف المتابعين والمشتركين في قناتي حول لقطة رائعة سجلت تاريخ فرنسا خاصة خلال هذه الجائحة وهذا المرض فيروس كورونا. رئيس إيمانويل ماكرون قرر زيارة إحدى المستشفيات ولا إحدى المخابر في فرنسا، بالتحديد في مدينة مارسيليا في جنوب خريطة فرنسا. هناك وقع أمر كان كصفعة للعديد من العنصريين في فرنسا ولا في العالم بكامل. المهم شاركوا بتعليق في الأسفل ولايك، لأنه كلما كان عدد لايكات وعدد تعليقات أكبر كانت تغطية الفيديو أكبر من طرف اليوتيوب وعدد كبير من الناس يشاهدون الفيديو. المهم زيارة رئيس إيمانويل ماكرون لمدينة مارسيليا كانت للقاء البروفيسور راؤول ديديه، وهذا راؤول ديديه هو بروفيسور مدافع لاستعمال مادة الهيدروكسيكلوروكين لمعالجة مرضى فيروس كورونا. بالمناسبة هذا الدواء هناك شركة في المغرب تقوم بتصنيعه وقامت بإعطاء كل ممتلكاتها إلى الدولة، طبيعة الحال ممتلكاتها من الدواء هذا من أجل معالجة المرضى في المغرب، وشافوا نتائج جد إيجابية، ويعني هذا أمل الشعب وأمل الإنسانية في هذا الوقت. المهم خلال هذه الزيارة إيمانويل ماكرون كان عنده تبادل حوار يعني بينه وبين الباحثين، فتفاجأ لإجابة بعض الباحثين حيث سألهم عن جنسياته. استقبل البروفيسور الفرنسي هذا، يعني هو الأكثر شهرة في البحوث المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، راؤول ديديه وفريقه البحثي الرئيس الفرنسي أثناء زيارته للمعهد الاستشفائي الجامعي HO ميديتيرانيه بمدينة مارسيليا الساحلية جنوبي فرنسا، بهدف الاطلاع على الأبحاث التي قام بها ديديه وفريقه بشأن علاج كورونا. ولكن الرئيس الفرنسي تفاجأ بشدة، وستشاهدون معي الفيديو في الأخير، تفاجأ بشدة لما سأل الباحثين في هذا المكان في هذا المستشفى حول جنسيته، لأن الإجابة بطبيعة الحال كل واحد أعطاله جنسية، ومعظم العاملين إن لم يكن كلهم ولا 99% منهم كانوا غير فرنسيين، وكلهم من دول عربية ولا دول إفريقية، وخاصة إفريقيا حاضرة بقوة، من الجزائر من المغرب من تونس من موريتانيا إثيوبيا من العديد من الدول في إفريقيا، كل هذه الدول بطبيعة الحال كانت مستعمرات فرنسية على مر التاريخ. يعني من أجل مشاهدة هذه اللقطة يلا نتابعوا الفيديو مع بعض، وهذه صفعة وسقلة كبيرة يعني وضربة قوية لكل العنصرية، والحمد لله يعني على الضربة. يا لي من حب ضلني فيك. اوكي هنا التصوير يعني بطبيعة الحال. هو إيمانويل ماكرون صباح الخير، وديديه راه واقف امام إيمانويل ماكرون. اها قال لهم فوزيت تري جون، يعني انتم شباب في عمر الظهور يعني صغار في السن. كلاج يعني قال لكم ما هو معدل اعماركم، كل واحد واش قال له 24 سنه 36 سنه 22 سنه، يعني كلهم واعمارهم، ولكن اغلبيه تاعهم لا يعني اقل من 30 سنه، صغار جدا في السن صراحه. Vous venez d'où par exemple? Par exemple, قال لهم من اين انتم مثلا، يعني من اين انتم، راه يسقسي سؤال عفوي يعني كرئيس راه يتحاور مع الباحثين. واو شوف الجواب ليبون لبنان، ديجا اول اجابه هي لبنان. شوف يعني تعجب، برغم ان الكواليتي تاع الهاتف الى انك تشوف ملامح ايمانويل ماكرون متعجب نوعا ما، ويضحك ضحكه غير متوقعه، يعني كان الاجابات ما كانش متوقعها، كان يتوقع يعطوله اسماء ممكن مدن ولا ولايات ولا مقاطعات في فرنسا، ولكن الاجابه هي اجابه من دول افريقيه ودول اسيويه ودول عربيه يعني. ساوث افريك يعني جنوب افريقيا. من ليون، هذه اول وحده قالت مدينه فرنسيه. ليبون يعني لبنان، والمالي اسمع دوله المالي. بوركينا فاسو سنغال الجزائر الجزائر طبيعة الحال ماروك المغرب تونسي شابو يعني شوف حتى تلعثم كلام يعني ما كانش ينتظر هذا إجابة. شوف يعني تلعثم واضح هنا، شوف يعني تلاثم واضح ونوعا ما ردة فعل غير منتظرة، وخاصة الإجابات التي لم يكن ينتظرها إيمانويل ماكرون في هذا اللقاء بطبيعة الحال وبالخصوص. سيبو
شيء جميل يعني اكتفى بقول شيء جميل هذا. قال لهم يعني واحد من الباحثين قال لهم نقوم بأعمال جد رائعة هنا. قال لهم اسكو عجبتكم على حسب ما سمعت؟ صافوبلي يعني قال لهم عجبتكم؟ قالوا له وي. بطبيعة الحال الشيء مهم جدا هذا سنتكلم عنه بعد نهاية الفيديو. قال لهم انتم دكاتره ولا؟ قال لهم وي احنا ندرس دكتوره وكاين بعضهم يعني دي ستاجير يقومون ب كما نقولوا كيفاش يسموه يا ربي ستاج راحت لي الكلمه. المهم ستاج باللغه العربيه تكوين نوعا ما، تكوين من اجل ان يصبحوا اطباء ولا بروفيسور ولا دكاتره. قال لهم شكرا للمساهمة في هذا المجهود. طبيعة الحال يعني كما شاهدتم يعني كما نقولوا دفعة تحفيزية لكل الباحثين والعاملين في هذا المستشفى من أجل إعطاء أكثر ما كانوا يقدمونه. هذه من زاوية أخرى. هذه من زاوية أخرى. طبيعة الحال يعني تشوفوا الرئيس يعني أجرى زيارة خاصة لهذا المكان طبيعة الحال من أجل إعطاء دفعة معنوية لكل الباحثين ولكل الأطباء الذين يسهرون من أجل إيجاد ولو بسيطة أمل بسيط جدا من أجل إنقاذ البشرية، وخاصة أنه في فرنسا رأي الوفية توصل إلى 1000 وفاة. ولكن يعني صراحة أمر نوعا ما مخيف في نفس الوقت هذا الزيارة جاءت في وقتها من أجل إعطاء تحفيز، لأنه مهما يكون لما يتكلم معك الرئيس شخصيا حتى وإن كان رئيس ظالم ولا رئيس نوعا ما عنده عيوب وعنده سلبيات، لما يتكلم معك رئيس ولا ملك يعني تحس نوعا ما بالقيمة تاع هذاك الكلام، لأنه مهما يكون ولي الأمر عنده ومذكور في الدين الإسلامي في أحاديث ولا في آيات، لأنه طاعة ولي الأمر واجب علي وعليك وعلى أي واحد، طاعة ولي الأمر واجب علينا كاملين ما لازمش علينا خنوة. وإنما يعني تقولوا لي بلي كاين بعض ولاة الأمر كيما ماكرون ظالم إتسيتيرا، ظالمون ربي سبحانه إن شاء الله يخلصهم، الظالمون ربي سبحانه إن شاء الله يخلصهم بالعقاب تعرف. ولكن كيما نقولوا المواطن الفرنسي ما يكونش مدرك بلاك أنه رئيسه، لأنه ملي كان صغير يشوف إيمانويل ماكرون ولا يشوف ساركوزي ولا يشوف جاك شيراك يعني في رئاسة هذه الدولة يعني بطبيعة الحال يحن ليه قلبه. ولكن يعني إحنا كعرب وكمستعمرين من فرنسا يعني نشوفوا بلي اي رئيس في فرنسا هو نكره ونشوفوه يعني بمستوى نوعا ما مدني وكل واحد كيفاش يشوف. ولكن الشيء اللي بغيت نقوله بلي فرنسا بدون الافارقه وبدون العرب وبدون المسلمين هي لا شيء، لانه العديد من الاحلام نسمع كلام ونسمع اشاعات يقولوا بلي انهم سوف يقومون بانزال ويقومون بارجاع كل مواطن غير فرنسي الى بلده. فلتعلمون انه الفرنسيون يعني معروفين عليهم بعدم يعني العمل الجاد، لانه يعني حتى الناس ساكنين في فرنسا سامحوني على هذا الكلام، ولكن فرنسا مقارنة مع ألمانيا راهي متأخرة ومتخلفة في العديد من المجالات. ولكن بمجهودات الفرنسيين اللي من أصول جزائرية ولا كان عقول سافرت من الجزائر إلى فرنسا بعد تخرجها من الجزائر ولا من المغرب ولا من تونس ولا من موريتانيا ولا من ليبيا ولا من أي دولة سافرت إلى فرنسا، أعطت يعني دفعة إلى فرنسا في العديد من المجالات. ولكن الفرنسيين يعني بطبيعة بشكل عام مقارنة مع ألمانيا هو شعب نوعا ما مازال كما نقولوا مازال ما وصلش إلى هذاك النسبة من التطور بشكل كبير. ولكن يعني احنا نتمناو التوفيق لكل انسان رئيس على خدمة البشرية سواء كان في دولة فرنسا ولا في دولة الجزائر ولا في دولة المغرب ولا في دولة اي دولة من الدول، لانه صراحة الامر يعنيني انا ويعنيكم انتوما ويعني كل الانسانية بطبيعة الحال. وربي ان شاء الله يجيب ساعة الخير وتهلاو في روحكم بزاف بزاف. كان معكم من الجزائر زينو ام اتش دي بيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يجيب ساعة الخير وربي يشافينا وبقاو في ديوركم وربي ينصرنا ان شاء الله على هذا الوباء. بيس.